يمر من ضغط كان مفروض عليه من اللاعب فهد الرشيدي. كرة في الأمام، هناك محاولة للتعادل. التعادل لفريق نفط الوسط، ولكن على ما يبدو أن هناك راية. أعتقد أن اللاعب زياد أحمد علي كان في وضعية تسلل عند استلام الكرة، وبالتالي هنا في ركلة حرة غير مباشرة. بالفعل قرار سليم من المساعد الثاني لحكم اللقاء علي أحمد، وصفارة رضوان جيد الدولي المغربي